يوم بعد آخر تعود مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية في محافظة شبوة إلى الخدمة بعد تعافيها تدريجيا من الخراب والدمار الذي خلفته حرب الميليشيا الانقلابية. هنا فرع البنك المركزي يعاود نشاطه وكافة التعاملات المالية مع المصارف التجارية والمؤسسات الحكومية واستقبال الإيرادات المحلية بشكلها الطبيعي. وسيأتي هذا اللقاح طبعا بعد وقوع البنك المركزي تحت إدارة جديدة وانتقاله إلى المركز عدن، والأخوة في عدن مستلب الأخ منصر القعيضي عمل جاهد إلى تفعيل البنك المركزي سواء كان في عدن أو في جميع المحافظات المحررة. محافظ المحافظة أحمد حامد الملس الذي دشن العمل رسميا في فرع البنك أكد بأن رواتب موظفي الدولة لشهر يناير ستصرف من فرع البنك بالمحافظة، وخلال مدة قصيرة ستصرف الموازنات التشغيلية للمكاتب الخدمية أيضا. البنك المركزي محافظة شبوة تم تعطيله تفجير خزائنه أثناء احتلال ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في عتق عاصمة المحافظة، تم تفجيرها تعطيلها لا هدف لذلك إلا سرقة الأموال والموارد الموجودة. بإرادة وعزيمة إدارة المحافظة، إدارة المالية، إدارة البنك، السلطة المحلية، مشايخ شخصيات اجتماعية، تم افتتاحها تفعيله تأمينه. اليوم نباشر العمل هنا، اليوم نبشر موظفي المحافظة أنها سيصرف مرتبات يناير من البنك المركزي محافظة شبوة. القوات الأمنية هي الأخرى وبتوجيهات عليا كما تقول الجهات المختصة شكلت سياجا أمنيا لحماية البنك ليتمكن من مزاولة مهامه بيسر وهدوء. قمنا بعدة إجراءات احترازية توجد لدينا قوة نوعية تقوم بتأمين البنك، نشترك نحن ومحور عتق واللواء الجبلي في نطاق الاختصاص بتأمين حسب خطة تأمين المحافظة المعمدة من الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية. الذي أريد أن أوجهه عبركم هو نطلب من الجميع كما أسلفت الذكر أن يكونوا أداة تأمين. إنجاز آخر للحكومة الشرعية والسلطة المحلية تمثل بإعادة تأهيل وصيانة هذه المنشأة التي تشكل أحد الأعمدة الاقتصادية للمحافظة والدولة بشكل عام، وبذلك يكون أسدل الستار على مرحلة العبث التي خلفت الميليشيا على هذا القطاع. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوه.